عندنا شويه دراج، شويه دماس، قاروسه قاروس الدماغ، عندنا نظره بنفرطيه هنا، عندنا قاروسه للفاش. دي تير دورات خويا؟ الدورات هذا ب 120000، وعندنا دايب للفاش 160000. الله لا سوى الله. نسخف هكاك في رمضان ولا ست ايام انا حاجه نسخف على نحب نشرى بالله حوت بطيخ الدنيا كامله كليتها اليوم. جيت تشري اليوم؟ اليوم جيت تشري بقاروس او ب 200 كيلو ولا غير كيف انت تدير حتى كعبه مهم ندور ناكله وكذا. السعر جد معقول ما شاء الله، يعني نجي من عندنا في سونترفيل نجو هنا ندو الحوت ونروحو. ما شاء الله عند الحاج ابراهيم الحق على طول العام، ما شاء الله الاستقبال والجوده والسعر وما شاء الله الله يبارك. بس حاري نشنو نقول لك وش حنقول لك انا؟ عين من قوه الحوت قلل شويه قليل فهمتي، كون ما جاش الحوت هذاك على الدورات هذيك اللي ربيوها تالي وما كانش حوت خلا تتفاصون باش تعمر طوابل وكل شيء عندك اللو عندك الدورات يربيوه فهمتي، ولا كاش ما يجيبوا كيما نقولوا النرنون تاع اسبانيا ولا حاجه فهمتي، هذه هي هذا الدنيا. لو كان كيما نقولوا ما كانش الحوت كيما نقولوا هبطوا تاع اسبانيا ولا فهمتي الدورات المربيه هذه ولا اللو ايه النرنون تاعنا حنايا توصل 300000 300000 كي صبي نشر توصل. اسبادون هاك تشوف فيها سبادون هاك في 430000 ما بين العام يتعدى وما بين دروكا فرق بعيد شويه. رمضان هذا ناقص شويه الاقبال لكثره اسعار مرتفعه بزاف. السردين اليوم دارت 100000 كروفات البيضاء لحقة حتى 240، رواير لحقة 450. الكروفات والكروفات عليها اقبال بس الناس دير سوستوم دير كروفات بوراك هي الاعوام الماضيه خير من العام هذا. الاعوام الماضيه مليحه بزاف السنة ناقص ناقص اقبال ناقص كلش. كاين اولويات على كل حال وكل واحد يمشي على حسب على حسب جيبه. ونحيو السخفه 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 ما ترونجيش فيتو غاليه غاليه ماهيش تاع الناس الكل ماهيش تاع الناس الكل. دونك هذه وسي واحد ما يقدرلهاش ما يشريهاش فيتو هذا ما كان. سواء اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء ما هيش في متناول الجميع. هذا يعني الشهر نورمال ما يكون فيه شهر رحمة. وبغض النظر على التاجر، التاجر دركا هذا يشري يحسب في السردينة ب 90 وهو شاريها ب 80 ثم ما توصل له هو توصلنا احنا دوزيام ما هذوك هو البري. واش راه نقول لك قدره شرائيه اخويا الناس في الضعف الناس تعدي مساكن يتفرج معايا ما يقدرش يشري كيلو تاع حوت صاحبي ب 90000 ياسر ثاني وحتى ثاني حتى في البحر ثاني حتى الحوت ما كانش فهمتيني وكازي تاع سردينه 90000 هو دخلت وحنا هاك تشوف فيها سوس كازيات السردينه سوس كازيات السردينه هاك تشوف فيها اخويا من الصباح لليل هاك تشوف فيهم لا بيع لا شراء ما كاين والو الناس ما عندهاش يجي يقول لك اعطيني ب 30 ب 20 واش راح دير له يلا غالب احنا نتبعوا فرات اخويا الناس ما يحليلها اخويا ربي اللي يعلم بها واش راه نقول اخويا ربي يجيب الخير نورمال مو شهر الرحمه الناس هاي وين قالت تشري وتدور منهم لا غالب ما كانش لا غالب شوف فيها المرشي فارغ ما كان والو مرفع النبا كيما هاك يلا غالب قدره شرائيه الناس غلبت والله غلبت مساكن الناس طابت يجي يقول لك اعطيني ب 20000 سردين صاحبي تعطيه ربع كعبات وهو عنده ربع دراري نقول له صاحبي روح اشري حاجه واحده اخرى ما نقدرش نعطيك انا نحشم.